مين بغار على جيهان أكتر؟ ها؟ هم بحب يعترف بس مصيبة. ليش والله العظيم ولادها بغاروا عليها أكتر مني؟ مين؟ إيه انت بتشوف؟ أنا بشوف على مواقع تواصل. خالد بغير لها تياب 4 مرات قبل ما تظهر. ليش انت شو 20 مرة بتغير لها تياب؟ أنا مرة خالد 4 هوني رأي. أي لو أي انت خبرنا عن هذا الموضوع شو؟ كم مرة راغب بيخلي جيهان تغير تيابة؟ كيف ما تفوت وتطلع بيقول لك غير. مش هالقد. لا لا بس لا لا بس ما هالقد يعني بيعرف بيتقبل قصص يعني شوي لازم يتقبلهم يعني ما في الواحد كمان يكون اخرته بس عندك خطوطك الحمراء عندك رايك هلا هي جيهان كلوز مايندد هي جيهان عندها خطوطها الحمر يعني بس ايام مثلا انت بتكون هي لبسه شغله مش عارفه انا اللي قادر اشوف فبتنصحها هي دغري بقول لها لا هيدي مش مناسبه لهالمكان او لهالظهر او لهالطقس اليوم سؤال جديد يه يي يبرونا حطونا بالجو شوي شوي يا زلمه روح علينا جيهان عليمي بدي احكي عليه عم بسمعه كم مره بغيروا لك ثيابك يعني تنك بتقفة يعني لحتى ما حدا بيغير لها تيابة غيري. خالد عليمي أهلا وسهلا فيك الله يخليكم لبعض شو عاملين بأمكن؟ يعني بتعرف لما ثلاث صبيان وبنت شو بيصير؟ يعني أنا عندي علم عندي معلومات كتير عم بيصير كتير يا جيهان هلا ليك ولادي كتير طالعين لإلي طالعين بيشبهوك طالعين لإلي يعني الشيء ما بدي أقوله هني بقولوه جيهان طالعين لإلك ولا لإله؟ تعرف خالد ولؤي نص بنص لا ابدا مني لالي 20 لالك من الاخر لؤي لامه وانا لبيت هيدي عم بعطيك اياها من ابدا انت وياه لالي 80% بقي لي 20% بس يعني جهاد فهد كله بقي لك بس 20% ولك 20% ومش ملحقين عليها بظبط حالي انا بضلني بظبط حالي جيهان سؤالي لك بتعيطي له ابو خالد ولا ابو عشقه عيط له رغوب وعيط له قليل ابو خالد بس هو بعيط لي ليت لي هو كثير عم بعيط لي ام خالد ليت لي هالشهرين ثلاثه عم بسمعها كثير هيدا على الكورونا شو السر اللي عم سالها شو حاطه اسمها على التليفون تبعي شو حاطه اسمي على تليفونها شو مسميتي على تليفونك لا 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 هيدا سيكريت راغب بقول لك راغب ترابل ميكر راغب ترابل ميكر محمد خالد ايه خالد اعطيك هيك تايتل حلو هيك هذا ما حدا انا بيعرفه انه لو اي كمان بالمستقبل حسب ما هو قال لي بده يصير ابو خالد كمان الله يخلي لك اياه هو ابو راغب وانا ابو خالد الله يخلي لك اياه خالد وانت شو بدك تصير انا ابو راغب يعني ما حجزك احتل الاسم احتل الاسم هيك قال له عمر خالد قال الكبير هو بيحتل اسم البي والصغير بيحتل اسم الخي طب حابين تجيبوا بنات نعم اذا طلعت بنت جيهان اذا اجاكم بنت مين بدي يسمي جيهان لؤي ليك خالد تعال نسمي راغب لك يا بي يا ام وجيهان تنينات اسمع خالد يا اسم البي يا اسم الام اختار وقعته هلا ورطته هلا بي او ام هيدي بايد ربنا يعني لا بايدي لا بايدك اذا اجاني بنت حتطلع جيهان اذا اجاني بنت وشاب حيطلع راغب وجيهان يعني شو بدي احلى من هيك الله اكبر شو بدك احلى من هيك راغب مش هيك انت عم جرب تخلفهم